الخير لجميع متابعين طقس العرب، أهلا بكم في نشرة أحوال جوية جديدة للحديث عن تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة حتى نهاية الأسبوع الحالي والتقلبات الجوية التي تنتظر المملكة من ارتفاع كبير في درجات الحرارة ثم انخفاضها بشكل ملموس وتزايد فرص تساقط الأمطار بإذن الله تعالى يومي الأربعاء والخميس. بداية لو أردنا الاستعراض سبب ارتفاع درجات الحرارة الذي أثر على المملكة يوم الأحد واليوم الاثنين وخلال اليوم القادمين، هو يعني كتلة هوائية دافئة تسيطر على أجواء المنطقة بشكل عام، عملت على ارتفاع كبير في درجات الحرارة. كان درجة حرارة يعني أعلى من معدلاتها بمقارب 7 درجات مئوية، اليوم الاثنين كانت 25 درجة مئوية في العاصمة عمان، من المتوقع أن ترتفع بشكل آخر يوم الثلاثاء لتسجل تقريبا 27 درجة مئوية، في حين أيضا تستمر الأجواء دافئة يوم الأربعاء. لكن يلي هذا الارتفاع في درجات الحرارة انخفاض كبير في درجات الحرارة وأيضا تزايد في فرص تساقط الأمطار. لو يعني أردنا نظرة سريعة عن الأحوال الجوية، كما ذكرنا تتواجد حاليا كتلة هوائية دافئة قادمة عبر شبه الجزيرة العربية تؤثر على المملكة، في حين متوقع بإذن الله تعالى أن تندفع كتلة هوائية باردة باتجاه المملكة، وكنتيجة لالتقاء الكتلة الهوائية الباردة مع الكتلة الهوائية الدافئة ستعمل هذه الوضعية الالتقاء إلى تشكل كميات كبيرة من السحب الرعدية الماطرة على أجزاء واسعة من بلاد الشام بإذن الله تعالى. نتحدث عن سيناء، فلسطين، الأردن وسوريا ولبنان، يعني حتى الأمطار حقيقة لا يستبعد أن تكون غزيرة في بعض المناطق وربما تسبب تشكل السيول والفيضانات في المنطقة في المناطق المنخفضة والأودية. إذن كما ذكرنا كتلة هوائية دافئة تلتقي مع كتلة هوائية باردة ينتج عنها تشكل حالة قد تكون قوية من عدم الاستقرار الجوي، خاصة مع يعني مساء الأربعاء وصباح الخميس بإذن الله تعالى. أيضا من الأمور الهامة التي يجب يعني التطرق لديها في عنها الحديث عنها حقيقة خلال الأيام القليلة القادمة، كما ذكرنا اليوم كانت 25 درجة مئوية في العاصمة عمان، يوم الثلاثاء هناك ارتفاع آخر درجات الحرارة تقريبا نتحدث عن 27 درجة مئوية، ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية يوم الثلاثاء، لا يستبعد مع ساعات مساء الثلاثاء على الأربعاء هطول زخات متفرقة من المطر بإذن الله تعالى. يوم الأربعاء أيضا نتحدث عن 25 درجة مئوية، هناك عدة أمور حقيقة يوم الأربعاء يجب الحديث عنها. بداية هناك هبوب لرياح جنوبية شرقية يوم الأربعاء نشطة قد تعمل على إثارة الغبار والأتربة بالتحديد في المنطقة الجنوبية والشرقية من المملكة. 25 درجة مئوية يوم الأربعاء، فرص تزايد فرص هطول أمطار خاصة في ساعات العصر والمساء، لكن كما نلاحظ هناك انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال أقل من 24 ساعة ما بين ظهر الأربعاء إلى ظهر الخميس، نتحدث ظهر الأربعاء عن 25 درجة مئوية في حين فقط ظهر الخميس نتحدث عن 12 درجة مئوية، فبالتالي يعني هناك تغير جذري في الأجواء خلال أقل من 24 ساعة كما ذكرنا، انخفاض كبير في درجات الحرارة، حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة مع ساعات عصر ومساء يوم الأربعاء لتبلغ ذروتها ما بعد منتصف ليلة الأربعاء الخميس وخلال فجر وصباح الخميس. يوم الخميس كما نشاهد أجواء غائمة منذ ساعات الصباح بإذن الله تعالى، هطول أمطار رعدية في أجزاء واسعة، ربما يعني من الأمور المميزة في حالة عدم الاستقرار الجوي القادم أن الأمطار قد تكون شاملة لكافة مناطق المملكة دون استثناء، سواء المنطقة الشمالية والوسطى والجنوبية وأيضا الشرقية بإذن الله تعالى. أيضا هناك يعني من التحذيرات الهامة هو التغير الكبير في درجات الحرارة ما بين 25 إلى 12 درجة مئوية فقط، نتحدث يعني عدم الاستعجال في ارتداء الملابس الصيفية مع الأجواء الدافئة ربما التي تؤثر على المملكة يوم الثلاثاء والأربعاء لأن هناك وراء انخفاض كبير في درجات الحرارة. إذن كما ذكرنا حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة يوم الأربعاء تشتد بشكل كبير خلال ما بعد منتصف ليلة الأربعاء الخميس وخلال ساعات صباح وفجر وصباح الخميس بإذن الله تعالى. من التحذيرات الهامة حقيقة يحذر من خطر تشكل السيول في المناطق الأودية المنخفضة، يحذر أيضا من تدني مدى الرؤية الأفقية كنتيجة ربما لغزارة الهطول خاصة مع ساعات فجر وصباح الخميس. أيضا هناك حقيقة تحذير من خطر شدة العواصف الرعدية المتوقعة، ربما أيضا كما ذكرنا نهار الأربعاء هناك أتربة وأتربة مثارة وأجواء مغبرة ورياح نشطة، انقلاب جذري على الأجواء يوم الخميس، انخفاض على درجات الحرارة مع هطول الأمطار بإذن الله تقريبا حتى ساعات الظهيرة والعصر ثم تستقر الأجواء بعد ذلك بشكل تدريجي. هذا كان آخر ما لدينا، تابعونا في مزيد التحديثات الجوية للحديث بشكل أكبر عن حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقع. كان معكم أسامة الطريفي، إلى اللقاء.